انتقل طاقم أخبار الفجر المغربية إلى مدينة الرباط لتغطية الندوة التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للتيكواندو من أجل تسليط الضوء على الإقصائيات الأولمبية والبارا أولمبية الخاصة بالمنطقة الإفريقية المؤهلة لدورة طوكيو 2020، والتي ستشهدها القاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. ستعرف هذه الإقصائيات مشاركة 36 دولة إفريقية بالإضافة إلى طاقم تحكيمي مكون من 12 حكما دولي خاصا بالبارا تيكواندو و25 حكم دولي خاص بالمباريات. وستعرف هذه المنافسات حضور رئيس الاتحاد الدولي للتيكواندو ورئيس الاتحاد الإفريقي للتيكواندو وعدة شخصيات من مختلف الدول الإفريقية. لأن ما كانش في الألعاب الإفريقية، لأن الألعاب الإفريقية تيكواندو ما كانش غادي الألعاب الإفريقية، لأن في تيكواندو الألعاب ديال الإيد الألعاب الأولمبية وحدها تعتبر مرتاحة. هنا كيف تتعرفوا وتنشقوا جميع الصحافة المرئية والمكتوبة على الدعم ديالهم اللي دعموا باش المغرب يحتضن هذه الإقصائيات، لأن هذه القاعدة كانت تخدم في 2018 خلال الجمعية العمومية ديال الاتحاد التونسي، كذلك اجتماع المكتب النفيذي للاتحاد الإفريقي اللي كان مختلف في 25 نوفمبر في الشارقة. فلهذا المغرب خدا هذه الإقصائيات 9 أصوات مقابل 2 لمصر وجوج لساحل العاج. اليوم ترتيبات كلها إن شاء الله بالنسبة اليوم وصلنا تقريبا 30 دولة، مازال غادي تزادوا دول أخرى، كاين ما يزيد عن 90 لاعب ولاعبة، هذا غير الكروي. أما فيما يخص التركيبة البشرية للمنتخب الوطني المشاركة في هذه الإقصائيات فجاءت على الشكل التالي. Tout à fait. Donc les choix sont arrêtés chez les garçons, on est moins de 58 kilos, avec Omar Elkal de Meknes. Chez les moins de 80 kilos, avec Ashraf Arboubi de Meknes également. Donc on a deux athlètes qui sont les plus réguliers, les plus sérieux, les plus constants sur les résultats internationaux depuis ces 4 dernières années. Chez les filles, le choix était un peu plus difficile. On a retenu finalement moins de 49 kilos avec Oumaima Elbouchi et Nada Larage avant moins de 57 kilos. C'était très difficile de ne pas prendre les poids lourds. On a Fatima Zahra qui est notre médaille d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, une athlète formidable qui malheureusement a été blessée. Donc elle s'est blessée en France, ça fait un mois et demi qu'elle ne peut pas s'entraîner. Et là, on a fait un diagnostic, une évaluation avec les médecins, des spécialistes, les services médicaux du comité olympique. Il en est ressorti qu'il y a 4 semaines sans entraînement, plus 15 jours de réathlétisation, ce qui nous fait passer le tournoi de qualification olympique. Donc malheureusement, elle rate l'occasion de se qualifier. Mais la priorité pour moi, c'est vraiment qu'elle soigne sa blessure, qu'elle traîne depuis plus d'un an. C'est le tendon d'Achille, on ne peut pas se permettre à 17 ans de jouer sur son intégrité physique. Donc malheureusement, c'était un choix qui était très difficile pour nous, pour ses entraîneurs, pour elle bien sûr. Mais c'est la vie, ça arrive et malheureusement on doit faire des choix. Et on pense que c'était plus sérieux d'aller sur les moins de 49 et de ne pas jouer sur une risque de blessure. Elle aurait 27 ans, 26 ans, ce ne serait pas la même chose. On peut dire on tente le coup, mais là une athlète de 17 ans, si elle se répète le tendon d'Achille pour la deuxième fois après une rupture, donc ce serait pas sérieux quoi. Voilà. Merci. في حين نجد أبرز الغائبين عن هذه الدورة البطلة أبو فارس التي منحت المغرب الذهب في البرازيل. وصرح المدير التقني للمنتخب فيليب بريدو
بأن الغياب جاء بسبب الإصابة التي ألمت بالبطلة في الفترة الأخيرة. الدعم ديال جميع الصحافة الوطنية والوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية، لأن علاش؟ لأن أول حاجة هو دعمونا بعدا كتشجيع باش نجيبوا هذه الإقصائيات، وهذه الإقصائيات جات بعد ما كان الترشيح ما بين مصر وساحل العاج والمغرب وليبيا في 2018. الحمد لله الثقة اللي تيتواجد فيها المغرب كلهم صوتوا على المغرب، تقريبا 9 الأصوات مقابل 2 لمصر و2 لساحل العاج. هذه الإقصائيات إن شاء الله اللي تتنظم في المغرب ماشي سهلة، لأن الإخوة اللي غادي يجيو هذه أكثر من الألعاب الإفريقية، ولو الألعاب الإفريقية شكل آخر، هذه الإقصائيات الأوزان الأولمبية. المغرب عنده واحد فريق فتي جديد، كلهم تقريبا 18 19 20 سنة، واحد الدراري في واحد المستوى إن شاء الله، ونتمناو إن شاء الله نتمناو باش تكون النتيجة مهمة، لأن التايكواندو صعيب. علاش؟ فيه غير 2 الذكور و2 الإناث، واليوم اللجنة الدولية الأولمبية ضافت واحد الميزان آخر اللي غادي يكون باريكيب بالفروق اللي غادي يكون في 2024، وهنا اول مره تتجرى الاقصائيات ديال البارا، غادي تكون حتى هي متوجده فيها 2 اللعابه، 2 ذكور و2 الاناث ان شاء الله، وكلهم غادي يتجروا في نفس الاسبوع. فلهذا ان شاء الله تنتمناو باش يدوز كل شيء مزيان، وهذا الشيء اللي تنطلبوا. شكرا.